هذه القصة لطفل فقير يعيش في إحدى الدول العربية، يخرج كل يوم إلى المدرسة بملابسه الممزقة وحقيبته القديمة، يتعثر في الطريق ولكن يواصل ركضا طلبا للعلم. هذا الطفل كان يصل كل يوم متأخرا إلى المدرسة ولا أحد يعرف ما هو السبب، ورغم هذا في كل يوم يأتي فيها متأخر يعاقبه المعلم. عندما يصل الطالب أحمد ويفتح باب الصف، عندها يتوقف المعلم عن الشرح ويسأل الطالب: لماذا أنت متأخر يا أحمد؟ فيخبره أحمد وهو خائف من العقاب: لقد تأخرت في الطريق يا أستاذ. لكن المعلم لم يهتم لعذر الطالب وكان يعاقبه على كل مرة يتأخر فيها، ويدخل الطالب إلى الحصة ودموعه تنزل من عينيه أمام زملائه الذين يضحكون عليه. ولاحظ المعلم أن أحمد يختفي في الاستراحة ويعود بعد الاستراحة متأخرا إلى الحصة. لم يكن أحد يعلم ما هي قصة أحمد. أحمد ظل ينتظر الاستراحة حتى يخرج راكضا باتجاه بيته. الجميع يخرج للاستراحة إلا أحمد يخرج راكضا ومعه حقيبته إلى المنزل. هل تعرفون السبب؟ أحمد يذهب كل يوم في الاستراحة إلى المنزل لكي يبدل ملابسه المدرسية مع أخيه التوأم عبد الله، لأنه لم يحصل على فرصة لإكمال دراسته. أحمد يحضر 3 حصص يوميا ويعود إلى المنزل ليعطي ملابسه لأخيه عبد الله لكي يكمل 3 حصص المتبقية. عندما يعود عبد الله إلى المدرسة تكون الحصة ما بعد الاستراحة قد بدأت، فيدخل عبد الله ويتعاقب مرة أخرى على التأخير. ظل الوضع على هذا الحال إلى أن جاء يوما ورأى أحد المعلمين ما يحدث في بيت الطفلين بالصدفة، فشعر المعلم بالخجل من نفسه. وعندما حضر عبد الله إلى الحصة دخل وفتح يده مثل كل مرة لكي يأخذ العقاب، ولكن هذه المرة الوضع كان مختلفا تماما. انحنى المعلم مباشرة للطالب عبد الله، انحنى معتذرا ومقدرا كم يبذل هذان الأخوان من أجل أن يتعلموا بشكل متساو. يا رب يا الله، هذا الطفل كان يركض كل يوم لكي يبدل ملابسه مع أخيه الذي ينتظره في المنزل لكي يذهب إلى المدرسة. أخي وأختي، الآن قل الحمد لله على كل حال، وأرجوكم شاركوا هذا الفيديو مع كل شخص تعرفونه لكي يكون الأجر لي ولك. يا رب ارزق جميع الفقراء، يا رب احفظ جميع الأطفال، اللهم آمين. إخواني وأخواتي، هذه حالة واحدة من المآسي التي يمكن أن تكون بجوارنا في الأحياء، ونحن إما لا ندري بها أو أننا نتجاهلها. وفي الختام أسأل الله ألا يهين عزيزا وأن يحفظ المسلمين ويعزهم. أرجوكم شاركوا هذه القصة مع الجميع.